أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن 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 القرآن. نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن. نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن. واعلم إن قراءة القرآن في المصحف تخفف عن الوالدين. قراءة القرآن في المصحف تخفف عن الوالدين. اقرأ القرآن على كل حال، فإنه يقرأ القرآن بعجمية فترفعه الملائكة على عربية. اقرأ القرآن على كل حال، فإنه يقرأ القرآن بعجمية فترفعه الملائكة على عربية. وابذل الوسع في الحفظ وضبط القراءة وتحسينها، فإنه من شدد عليه في القرآن كان له أجران. وإن الذي يعالج القرآن ويحفظه بمشقة منه وقلة حفظ له أجران، له أجران. وابذل الوسع في الحفظ وضبط القراءة وتحسينها، فإنه من شدد عليه في القرآن كان له أجران. وإن الذي يعالج القرآن ويحفظه بمشقة منه وقلة حفظ له أجران. في شهر رمضان المبارك يتأكد علينا الالتزام اليومي بقراءة جزء من القرآن المجيد. في شهر رمضان المبارك يتأكد علينا الالتزام اليومي بقراءة جزء من القرآن المجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمواتكم ويتقبل قرآنكم وصيامكم وصلاتكم وزكاتكم وصالح أعمالكم، ونسألكم الدعاء.